والله انا من اعلن عام التسامح لست افكر بالتسامح نفس ما تقولين، يعني نفس عام زايد انا بنفس النظام بمشي. علم الامارات معي، اذا في شعار جديد لعام التسامح بخليه معي، وكل ما رحت ترى انا معي شعار عام زايد اوزع على الناس واوزع معاه هديه، مثلا غالبا اشيل معي تمر. ففي عام التسامح ان شاء الله انا ما رم اقول الرحله القادمه بالضبط وين، بس باذن الله طالع رحله، يعني في مسوي خطه. كانت هي ثلاث رحلات منفصله، الرحله الاولى كانت شهر 4 بلجيكا وهولندا، طلعتهم بالسيكل، وبعدها طلعت النرويج والسويد، وتقريبا كان شهر 7، والحين توني من 10 ايام راجع من اليابان. انا في كل رحله امر على السفير اعرفه بالرحله، طبعا قبل ما اطلع اعرفهم برحلتي والتقي معاهم هناك. فخلاص انا شو اسوي؟ طبعا بما اني انا رب اسره ووظيفه فما اقدر اخذ اجازه طويله، فاقسم رحلاتي اخطط في كل سنه. فلهذا السبب انا قررت اني اخذ دول معينه في رحلات مقطعه. والله انا ترى احب السفر، انا من صغري حتى من هواياتي وانا صغير احب اشوف الخرائط واحفظ العواصم، فكان عندي شيء شغف من قبل. فريق رحلات الامارات كان من الفرق اللي الهمتني وانا صغير، لفوا العالم سيارات. فالى انا كل رحلاتي كان هدفها عام زايد، انا ابغي اراوي الناس شو عم زايد، ليش نحن الاماراتيين نحب الشيخ زايد الله يرحمه. ففي رحلاتي والسيكل ساعدني صراحه، لاني في رحلاتي اكون قريب من الناس، الناس توقفني، يعني ترى شكلي غريب سيكل، الناس تشوف علامات، واحط انا علم لو تلاحظين مثلا انا احط علم في السيكل، الناس تسالني من وين. وها طبعا الناس تحترم الامارات بشكل، يعني اللهم لك الحمد، انا من الاشياء اللي شفتها وانا في ترحالي الاحترام اللي اشوفه من برا. ف حاولت اني اربطه مع عام زايد، فهذا شيء اعطاني دافع. عينك على العالم.